بخصوص موضوع الفنان القدير ملك الكوميديا الفنان الراحل إسماعيل ياسين وتقديمه بطريقة غير لائقة في إحدى المسلسلات، نقيب المهنة التمثيلية يصدر بيان. أنا محمد إبراهيم ودي قناتي، لو أول مرة تشوف القناة أتمنى أنك تشترك فيها دلوقتي حالا وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. في البداية يؤكد مجلس إدارة نقابة المهنة التمثيلية إن المساس برموز مصر الفنية هو عمل مرفوض شكلا وموضوعا، لأنه بمثابة تشويه للريادة المصرية في تاريخ الفنون، كما يعد تشويها للشخصية المصرية. ولقد تلقت نقابة المهنة التمثيلية الشكوى المقدمة من أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين أسطورة الكوميديا المصرية بشأن تضررها من تقديم شخصية إسماعيل ياسين بطريقة غير لائقة في الحلقة 12 من مسلسل موسى. في ضوء ذلك قام مجلس إدارة نقابة المهنة التمثيلية على الفور بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لفحص هذه الشكوى المقدمة من أسرة الفنان الكبير إسماعيل ياسين، لرفع تقرير عاجل لمجلس إدارة النقابة ليتسنى لها اتخاذ قرار بشأنها، والله الموفق. نقيب المهنة التمثيلية الدكتور أشرف زبيب. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.